مرحبا بكم الناس الكل في قناتنا الرياضية التونسية. توقعات يوسف البليلي لمواجهة الترجي والهلال تثير ضجة. علق يوسف البليلي عن المواجهة المنتظرة بين الترجي التونسي والهلال السعودي، حيث اعتبر أن بطل أفريقيا سيحقق المطلوب وسيسقط الهلال الملقب بالزعيم. هذا التصريح أثار جدل كبير وكبير برشا وضجة، خاصة وأن الإعلام الرياضي السعودي يرجح كفة الهلال ويعتبر أن مباراة الهلال أمام بطل أفريقيا سهلة وفي المتناول. تصريح كما قلنا البليلي اللي قال الترجي سيقلب على الطاولة وسيكذب كل التوقعات، هذا اللي خلى التصريح يثير ضجة في السعودية.